طبعا هالمركز يلي ترفع له القبعة بكل شيء عم بيقدمه للأطفال المصابين بالسرطان على يبعد طبعا هالمرض عن كل الأطفال وكل الناس. وطبعا الشيء الحلو هيك بخلي الفرحة والأمل والبسمة مرسومة على وجوه الكل وجوهنا أنه عم يوصلوا لنسبة شفاءات كثير عالية للعلاجات المتطورة يلي عم توصل لهالمركز, مركز سرطان الأطفال CCCL طبعا ببيروت. ضيفتي بالستوديو سيدة زينة شامي, المنسقة التنفيذية لجمع التبرعات والنشاطات. زينة صباح الخير. صباح الخير جوزيف, صباح الخير لكل المشاهدين. بحب أشكركم على استضافتنا اليوم, وبحب أشكر نيو تي في على دعمه المستمر لمركز سرطان الأطفال. أنا زينة بالبداية دايما بنحب نحن من لمحة هيك سريعة إذا ممكن عن هالمركز ومن أي متى تأسس. مركز سرطان الأطفال سوري تم افتتاحه بين سنة 2002. وهو جمعية خيرية غير حكومية. وبيعتبر مركز إقليمي رائد بيهدف لجمع التبرعات من أجل تأمين العلاجات اللازمة لمرضى السرطان بلبنان والمنطقة بدون ولا أي كلفة على أهلهم وبدون أي تفرقة. صفر. وأكيد باعتماد كامل على التبرعات. يعني نحن اعتمادنا الكامل لنقدر نأمن كافة العلاجات للأولاد هي على التبرعات. شو الكريتيريا اللي لازم تكون عند, يعني هل الوضع اجتماعي, هل ولا لا ما دخل يعني للطفل, يعني هل لاستيعابكم يعني كل الاطفال؟ في كتير بروتوكولات, في كتير بروسيسز نحن بنكون عم نتبعها. اكيد هيدي القصص كلها بتكون بالتواصل مع الاهل ومع المستشفيات, بيكون في ميتينجز مخصصه لنكون وير ديسكاسينج كل هول الايشوز ضمن البروتوكول المتبع بقلب المركز, من اوضاع اجتماعيه, من نوع المرض, من القصص اللي فيها تتغطى ما فيها تتغطى, لانه في بروتوكولات رئيسية عنا بالمركز, هي البروتوكولات العلاجات الرئيسية هي اللي بتكون عم تتغطى. يعني في حالات ما ممكن تقبلوها مثلا في كيس, هلا هون هيدي يعني صعب عليكم بعرف. اكيد هيدي بارت كتير صعبة بالمركز, بس نحن وي ميك شور انه نكون عم نعالج اكبر عدد ممكن. بس يعني هيدي بتجي بحالات جدا نادرة, بحال الاطفال مثلا كانوا عم يتعالجوا بمحل تاني ويجوا لعنا ليكونوا عم بكفوا علاج, ما فينا نكون ببعض الأحيان عم تكفي هذا العلاج لأنه بتخاف يعني كيف بلش العلاج وكيف كفيته, لازم تكون عم يبلش العلاج بنفس المحل لا يكون عم ياخد نفس الكواليتي أوف كير, لما يكون في غلط كان سابق ويطلع الخطأ من عنا. سهولة ضمن البروتوكولات أكيد. يعني زين أنا بدي أقول لك وأنت بتعرفي طبعا, أقول للمشاهدين أنا قضيت نهار تحت بهالمركز هيدا, بعرف الحضارة اللي عندكم إياها, التعاطي مع الكيسز اللي موجودين, بتنزل اللي أنت تعطيهم هوب او امل, هني بيعطوك الامل قد ما في يعني تعاطي سليم, تواصل سليم مع كل الاطفال اللي موجودين تحت, اللي كانوا جوات المركز, اللي عايشين جوات المركز وطبعا عم يتعالجوا واللي عم يتعالجوا من خارج المركز. صحيح. شو الخدمات اللي بتقدموها ان جنرال؟ يعني نحن الخدمات اول شيء عندنا خدمات طبيه وعندنا خدمات نفسيه اللي كمان حنرجع نحكي عنها اكيد خلال الحلقه. الخدمات الطبيه مركز سرطان الاطفال بيغطي كافه العلاجات للاطفال اكيد ضمن مثل ما قلت لك البروتوكولات العلاج الرئيسيه. فنحن بنغطي العلاج, بنغطي العمليات الجراحيه اللي بتكون من ضمن هيدا العلاج اكيد, بنغطي الاستشارات الطبيه, وبنغطي كمان الادويه اللازمه للأطفال المصابين بالسرطان. بحب نوه هون أنه مثل ما الكل بيعرف قطعنا بأزمة اقتصادية كتير صعبة, والثلاث سنين اللي قطعوا يعني الكل بيعرف ما كانت هينة. صح. من انقطاع الأدوية لغلى الأسعار. أنتم قطعتوا كمان؟ رح أخبرك جوزيف, يعني مركز سرطان الأطفال عمل بجهد كتير كبير, وأنا بكل فخر بحكي عن قدي جهود المركز من تيم للإدارة للبورد ممبرز لكل الأشخاص عملوا بجهد لما يحسس الطفل بولا أي نقص. يعني نحن لما صار في نقص بالأدوية, لما راح الدعم مثل ما بتعرف كمان بطل في دعم. صحيح. بس ولا نهار قلنا لطفل انه الدواء تبعك منه موجود. يعني مركز تعاون مع موزعين محليين وموزعين دوليين ليكون عم يقدر يأمن كل الأدوية للأطفال, حتى قدرنا نكون عم نجمع
اكبر عدد ادويه يكون بالستوك اوريدي عندنا. نعم. يعني في حال اي طفل عاز اي دواء يكون موجود يعني ولا مره. حتى اضطرينا ببعض الاحيان في تيم ممبرز كانوا عم بيسافروا بنفس النهار على مناطق يعني بيسافروا ليجيبوا الدواء وبيرجعوا بنفس النهار لما نكون عم نتاخر ورا نهار على دواء للاطفال. الحمد لله يعني بقول بكل فخر على هذا الموضوع. انتوا عندكم العلاجات الموجوده حول العالم بكل التطور يلي وصل لها، الادويه كلها موجوده، مش بحاجه الطفل يسافر خارج لبنان. مزبوط مزبوط. يعني نحن الكواليتي اوف كير هي كمان نفس الكواليتي اللي بيقدمها سين جود تشيلدرنز ريسيرش هوسبيتال اللي بمنفس تنسي، اللي مركز سرطان الاطفال افيليتد معه. بنمشي على نفس البروتوكولات، نفس الكواليتي اوف كير اللي هي انترناشونال، وميك شور دائما انه اكيد بنتعامل مع دكاتره اخصائيين. حتى التيم عندنا مش بس بالكواليتي اوف كير، حتى طريقه كل شيء اداره، طريقه الاويرنس، كل هالتفاصيل. كمان في اشخاص بيروحوا بيحضروا ندوات مش بس داخليه بل بمناطق خارجيه، ونحن كثير عندنا بارتنرشيبس مع منظمات دوليه مثل يو اي سي سي وكل هالاخبار. قد ايه صرتوا معالجين اطفال لحد اليوم؟ من 2002 لهلا صرنا معالجين اكثر من 5000 طفل مع في حالات مع اكثر من 6000 استشاره طبيه. لا. واكيد هيدا العدد مش اجى من جهود مركز سرطان الاطفال لحاله، بل الداعمين هن بيلعبوا دور كثير كبير. طبعا ايد البيضاء انه 100%، والخيرين انه نقدر نامن هول الاموال لنقدر نعالج هيدا العدد الكبير من الاطفال. لا. يعني قديش بتستوعبوا بنفس الوقت عدد بالمستشفى وخارج المستشفى؟ لانه نعرف في اطفال تعالج بترجع على بيوتها، وفي اطفال بتنام عندكم بالمركز. مزبوط. نحن حاليا تقريبا عم نعالج اكثر من 400 ولد بنفس الوقت. نعم. يعني هلا هن مش كلهم بمستشفى وحده، 400 ولد بيتعالجوا. نعم. اعمارهم، بس بحب ركز على اعمار بين 0 و 18 سنه، ومده العلاج هي من سنه لثلاث سنين. نعم. سو هن اكثر من 400 ولد تقريبا بيتعالجوا باكثر من مستشفى بلبنان. لا. نعم. نحن ما بنعالج بس بمستشفى وحده، بنعالج بكذا مستشفى على بانحاء لبنان. نعم. وميك شور انه تكون الكواليتي اوف كير هي ذاتها بكل المستشفيات. يعني ايام بيجي اشخاص يمكن عندهم شكوك بمستشفى مستشفى تانية. نعم. بس انا باكد للكل انه مركز سرطان الاطفال باكد انه الكواليتي اوف كير هي ذاتها بكل المستشفيات. يعني انتم دائما ايجابيين. سؤالي هلا هو ان شاء الله يكون الجواب عليه ايجابي، نسبه الشفاءات عاليه؟ نسبة الشفاء الحمد لله هي 80% الأفريج كيور ريت، بيوصل ببعض الأحيان ل 93% بالحالات الكانسر السرطان. وأكيد مثل ما قلت التطورات العلاج وكل هالتفاصيل بتساعد أنها تكون عم تعلي نسبة الشفاء. وكمان الدعم اللي بيوصل للمركز لنقدر عم نقدر نطور هيدي العلاجات بتساعد كمان أنها نكون عم نعلي الكيور ريت. أكثر أنواع السرطانات الموجودة عند الأطفال شو هي؟ هل هي يعني اللوكيميا؟ اللوكيميا هو اكبر اكثر سرطان شائع عند الاطفال، بحيث بشكل 30% من الاورام والسرطانات اللي بتجي عند الاولاد اللي تحت ال 15 سنه. نعم. يعني هو اللوكيميا اكثر، وبيوصل مثل ما قلنا باللوكيميا بيوصل الافريج كيور ريت ل 93%. نعم. which is هو شائع. مزبوط شائع، بس العلاج اللي له فيه نسبه شفاء عاليه. نعم. اذا كان بتعالج الطفل وقطع 18 سنة، هل بتوقفوا متابعته ولا بتكملوا له علاجه؟ هلا هو لانه لنكون عم نقدر نعطي نفس الكواليتي اوف كير وما نكون عم نقصر باي ناحيه، بيكونوا عم يتحولوا على المنظمات والجمعيات، بنوجهه للجمعيات اللي بتغطي الاعمار الكبيره. لا. بس في حال عمل ريلابس بيقولوا رجع له المرض قبل ال 18 سنه، اكيد بنكون عم نغطي حتى لو قطع ال 18. يعني اذا صارت الخبريه قبل 18 سنة لنقول 17 اجى لعنا و17 منكفي حتى لو قطع 18 سنة. مش انه بنقطش العلاج. ابدا. هيدا اللي عم بساله. منكفي العلاج. كلفة علاج كل طفل قديش؟ كلفة العلاج بتتراوح بين 40,000 دولار، بتوصل ببعض الاحيان ل 200,000 دولار، يعني هذا مبلغ كبير حسب الاكيد ديبندينج على الكيس تبع كل شخص. نحن وي هاف ييرلي بادجت سنويه، حاجه سنويه ل 15 مليون دولار، وريلاي يعني نحن بنتكل بشكل كامل على التبرعات.
يعني تخيل قد ايه نحن عندنا هالتشالنج انه نقدر نعمل كل النشاطات وكل القصص لنقدر نكون عم نجمع هيدي المبالغ ولنقدر نكون عم نعالج اكبر عدد ممكن من الاولاد. يعني من هيك عندكم دائما كامبينز بتعملوهم على المناسبات ونفس الوقت في كامبينز دائمة على مدار السنه. خلينا نحكي هلا على الكامبين اللي هلا وهلا في عندكم توعيه على سرطان العيون. مزبوط. حاليا مزبوط. اذا بده يعرفوا اكثر بفوتوا على الويب سايت على قصه سرطان العيون. مزبوط. فينا نفوت على الويب سايت. هلا نحن على مدار السنه دائما بنعمل ندوات توعيه ان كان بالمدارس بالجامعات ندوات بوبليك لاي اشخاص تكون عم ايام نعمل ازوم اونلاين ايام بنعملها بلوكيشنز معينه بنكون عم نعلن عنا على صفحات التواصل الاجتماعي تبعنا وبتطلع اونلاين بنطلع بنحكي عن عن انواع السرطان كيف لازم الواحد يعمل تشخيص مبكر كيف الواحد لازم ينتبه على العوارض اللي بتصير معه وبيكون اكيد معنا دكتورز اخصائيه بيحكوا بيفوتوا بتفاصيل اكثر عن عوارض كل هالامراض. نعم. وات اف كامبين هذه كامبين هلا شو هي هالكامبين شو بتتضمن؟ مزبوط. وات اف كامبين هي الكامبين شو كان صار. هيدي الكامبين بتهدف لنكون عم نجمع اكبر عدد تبرعات للولاد بهيدي الفتره. المسج من ورا شو كان صار هي انه العالم يتخيلوا حياه من دون سرطان. يعني شو كان صار لو حياتنا ما فيها سرطان؟ شو كان صار لو الولاد ما عم يتوجعوا؟ يعني شو ابسط حلم للولد عنا بالمركز؟ شو بيقول لك الولد؟ بيقول لك شو كان صار لو ماني عم بتوجع؟ شو كان صار لو انا هلا مثل رفقاتي عم بلعب اصبح اظهر لانه بتعرف في ايام بسبب العلاج ما عم يقدروا يظهروا. شو كان صار لو انا هلا عم بقدر اروح على المدرسه اتعلم مع رفقاتي يكون مثلي مثلهم؟ شو كان صار لو عم بقدر نام بدون قلق بدون اني عطلان هم بكره انا كيف بدي اتوجع انا كيف بدي اخذ العلاج؟ بس انا بحب نوه هون انه هيدي الرساله مع انها رساله وجع بس هي رساله امل ومع انها رساله حزن بس هي رساله فرح. يعني وات اف كلنا ما في حدا ما عم يسمع هلا مرض شائع السرطان. يعني ما في حدا ولا بيت ما قاطع عليه السرطان. لا. فتخيل لو في حياه بلا سرطان قديش حلو. قديش الله حلو. يخلصنا منه. يعني ما ان شاء الله يصدقوا مثل ما عم نسمع يعني صدق الكذب المنجمون وقالوا انه يمكن يكون علاجه بحب الدواء ان شاء الله 100% يكون هيك. جيف هوب على طيب شو كان صار واتف يعني كيف التبرع هلا عم بصير ولا قديش؟ مزبوط. هلا لاي شخص بحب هو طريقه التبرعات عنا سهله كثير. نعم. وبحب نوه انه اي مبلغ. يعني في اشخاص بيقولوا لك انه يا الله انا هلا انه ما قادر ومبلغ يمكن بسيط ما رح يعمل لهم شيء. لا انا باكد لو دولار لو نص دولار. نعم. لو قد ما كان المبلغ بسيط بيعمل كتير فرق كبير. يعني تخيل قد في عدد عالم ان كان لوكل بلبنان ولا انترناشنال للجاليه اللبنانيه بالخارج كمان كيف بيشجعوا كمان انترناشنال على التبرع. نعم. دولار على دولار بيعمل فرق كتير كبير. وين بيتبرعوا؟ اوكي رح احكي شوي تفاصيل عن طرق التبرع. فيهم يكونوا اول شيء عم يتبرعوا عبر الويب سايت تبعنا. نعم. www.cccl.org.lb. فيهم يتبرعوا عبر الابلكيشن فون ابلكيشن تبعنا. بشجع الكل يكونوا عم بينزلوا هيدي الابلكيشن CCCL. مزبوط. بنحط عليها كتير نيوز شو الاكتيفيتيز شو اللي بلبنان في كتير ما عندهم كاردز في بتزبط بلا كارد. مزبوط. في مطارح رح خبر كمان اكتر. نعم. فينا بحيالة فرق OMT نكون عم نتبرع بدون ولا اي كلفة اضافية. يعني بي OMT بس منروح منتوجه اللي بحطوه بيوصل 100% هو ذاته لانه في OMT بكل انحاء لبنان. فيك تقوله بدي اتبرع على مركز سرطان اطفال بدون ولا اي كلفة اضافية والمبلغ بيوصل اكيد لعنا 100%. كما انه فيك تكون عم تتبرع عبر اي بنك من خلال البنك ترانسفير وكل الاي دي نمبرز تبع البنكس موجودين على الويب سايت تبعنا. مثل في فتره كنتوا عاملين بالمطاعم مش موجوده هلا خبرك هيدي بالفيوتشر بلانز تبعنا هلا كمان. نعم. اللي عم نشتغل عليها بالصيفيه اللي هي ايت اوت فور لايف كامبين. نعم. هلا كمان بدها تنطلق قريبا بعد شي شهر. نعم. فيهم كمان نحن بنتشرف بانه نستقبل كل المتبرعين عنا بالمركز. نعم. ليكونوا عم يتبرعوا اكيد كاش بقلب المركز عنا. يعني نحن نعرف انه هذا المبلغ عم تبرعوا فيه عم يوصل للمطرح الصح وعم يوصل من دون ما يصير فيه تلاعب. مثل ما يعني بنعرف هالمركز ودارسينه كثير منيح وتاريخه بيحكي عنه. كمان السنه الماضيه كان في حمله بالسوبر ماركت مع كل فاتوره. هيدا هذا الشيء يعني ما هول كان انا بحس انه بفيدوا. يعني لانه ده جنرال يعني مين ما بيروح على السوبر ماركت ومين ما ممكن يتخلى عن مبلغ صغير وعم يدفع الفاتوره لانه يتبرع. بتمنى انه تستمر هيدي كمان
كمان جيف هوب على مدار السنة. مزبوط. جيف هوب هي طريقة تبرع جدا بسيطة. نعم. مثل ما قلت لك طرق التبرع اللي ذكرتها هي نفس الطرق التبرع كمان للجيف هوب كامبين. هي منح الأمل، أنه أنت تمنح الأمل للطفل. كيف تمنح الأمل؟ من خلال تبرع شهري. نعم. لمركز سرطان الأطفال، بيكون أي أمونت مثل ما قلت، أي أمونت. يعني في ناس بيحبوا يكونوا عم يجوا يعطوا بالك دونيشن بزيارة واحدة، وفي ناس بتكون عم تتقسم على مدار السنة. هيدا نعم. الدعم عن جد بيعمل فرق، لأنه نعم. العلاج بيكفي مثل ما قلت لك من سنة لثلاث سنين، سو نحن شهريا ويوميا إذا نعم. بدك بحاجة لأقل دولار. وات إف قدام مستمر؟ وات إف هلأ كامبين ماشي، بعدها ماشي يعني. نعم. ما في هلأ، بعدها ماشي حاليا. عندكم طريقتين، وات إف وعندكم جيف هوب اللي هي بيكون كمان مبلغ شهري شو ما كان برجع بقول لكم لو نص دولار عم تقول لكم زينة، يعني ممكن يفيد يعني فلس الأرملة، ممكن كمان يعطي هالأمل وبحصه تسند خابية. شو المخطط الحالي لقدام لكم؟ مزبوط. هلأ نحن قلنا فترة مثل ما بتعرف بسبب الأزمة كان تركيزنا شوي أكتر على النشاطات الخارجية، بحيث أنه مركز سرطان أطفال صار مسجل بكذا بلد. نعم. من صار عنا تشابتر بيو اس اي، عنا تشابتر بفرنس، وأوريدي موجودين بيو كي، وكمان أندر مسجلين أندر انترناشنال هيومانيتيريان سيتي بالإمارات. سو نحن هون مخولين نكون عم نقدر، لنكون مخولين نقدر نعمل الإيفنتس برا والنشاطات لنقدر نجمع أكبر عدد ممكن من التبرعات. بس هلأ نحن عم نشتغل على أنه نرجع النشاطات المحلية بقلب لبنان، لأنه أصلا مركز سرطان أطفال هو بلبنان، ونحن كمان بحاجة لدعم اللبنانية. فهلأ مثل ما ذكرنا قبل شوي المطاعم. نعم. في كامبين هلأ كمان قريبا رح تنطلق اللي هي Eat Out for Life. نعم. بتمنى من الكل، يعني بعرف هلأ كل اللبنانية جلي اللبنانية كمان جاي على لبنان بأي مطاعم، بكذا مطاعم بلبنان حيكون في هيدا يخصصوا amount add on the bill. فبتمنى من كل اللي عم بيزوروا المطاعم يشاركوا بهيدا الكامبين. طبعا كما لبنان وبرات لبنان، يعني هيدا الشيء ممكن يعني الواحد عمل الخير ما بينتظر الواحد بالمقابل، ما بتعرفوا كيف يجيكم المقابل من وين، والله لحق يدركن ويبعد عنكن مرض، لأنه خلص وقت النشاطات الترفيهية كتير عندكن، ميوزك ما ميوزك وغيره وغيره. مزبوط. نعم. رح خبرك يعني نحن غير العلاجات الطبية منقدم علاجات مثل ما قلت لك نفسية لمن حسس الولد بالوجع. يعني هو بيجي الولد على المركز بده ياخده علاجه، بس هو ما بحس بالوجع. ليه؟ لأنه نحن منكون عم نعمل هيدا الويلنس بروجرام اللي بقلبه نشاطات مختلفة، منها الإكسبرسيف ميوزك، إكسبرسيف دراما، إكسبرسيف أرتس. والولد وقته معبى دايما بفرح، حتى اللي عم يتعالجوا برا وما بيناموا كلهم معنا. مزبوط. نعم. إن كان الان بيشنت ولا الاوت بيشنت، مش بس بمستشفى واحدة بل بكل المستشفيات. نعم. يعني نحن الويلنس بروجرام تبعنا بيغطي كل المستشفيات. نعم. لا حتى يكون الولد حتى ايفن الاهل. نعم. عم بحسوا بهيدي الفرحة وما يحسوا كتير. نعم. بالوجع. يعني انا بدي لكم هالمركز الراقي يلي بيقدم مع العلاج الرقي والتواصل السليم مع أطفال لبنان اللي عم يتعالج طبعا داخل هالمركز، الله يعطي الشفاء للجميع. نسبة الشفاء عم توصل ل 93% بسي سي سي ال. نذكر انه هذا الشهر هو شهر التوعية لسرطان العيون. فوتوا على ويب سايت سي سي ال تعرفوا أكثر قصة التوعية والإشارات اللي ممكن الواحد يلاحظها ضروري مع هالمركز اللي عم يقدم كل الخدمات بين النفسية بين الطبية وبين التوعوية كمان كاملة. زينة thank you so much لعليك. thank you لعليك. ويعطيكم ألف عافية ويعطيكم القوة لأنكم تستمروا. thank إن شاء الله الله يكتر الأيد البيضة.